قدرنا يعني ندق بقلوب العالم، صارت تطلب منا بعد وبعد وبعد. هلو واضح، نحن صبايات. هاي، انا الينا، عمري 24 سنه، بشتغل باختصاصي ميوزك تيتشر. انا تينا، كمان من صبايات باند، عم بعمل ماستر او ميوزيكوثيرابي. انا غنوه زيدان، عمري 21 سنه، عم بشتغل باختصاصي عم علم موسيقى. انا ماريلا مارون، عمري 21 سنه، بعلم غنى شرقي. اسمي الينا نوفل، من فرقه صبايات، بعلم موسيقى. كيف تعرفنا على بعض من اول نهار بالجامعه؟ صحيح كنا أونلاين أول سنتين، بس كان عنا الكونكور، مجبورين نكون نازلين ونتعرف ونقعد وكل شيء. عملنا حفلة تحت من أول نهار حتى قبل ما نفوت على الكونكور. يعني كنت صبايات خلقت، كلنا باختصاص واحد هو تربية موسيقية. يوم صورنا فيديو، فأنا نزلت لهيدا الفيديو بليلة، جايب 3 ملايين مشاهدة، بعده لهلأ عم يضرب. فمن هون بلشت فكرة صبايات. العالم كتير حبتنا، وكتير تفاجأنا انه نحنا بهيك فيديو عفوي، يعني نحنا قدرنا يعني ندق بقلوب العالم، وصارت تطلب منا بعد وبعد وبعد. عن جد كتير منحب بس نكون عم نغني سوا، مثل كأنه مبارح، يعني مثل كأنه بعدنا بالصف عم نغني ومبسوطين ونهيص ونزلغت. فبعتقد انه هيدا هو سرنا، بس انه منحب بعض كتير ومنحب اللي عم نعمله. فينا نقول انه الفانز اكتر شيء هن الداعمين، كانوا هن اول الاشخاص اللي شهدوا هيدي العفوية وحبونا بهيدي العفوية. وما ننسى الاهل ودعمهم لقلنا. دليلي عينك الضرس يا جليك الازرق، وبنتلقى بين وقت يحلى عيد ويضوي عيد. بعد ما تخرجنا صارت اصعب علينا، لانه كل حدا منا قاعد بمنطقة والمناطق كتير بعاد يعني. بس لأنه نحن الفرقة بتعنينا، ولأنه نبين أنه نكمل وما بدنا نوقف، أكيد دايما عم نلاقي وقت حتى نجتمع ونصور ونتمرن ونحضر لكل شيء. كل واحد بتميز بنوع معين من الغناء، يعني في عنا أشخاص بتغني الغربي، اللون الغربي، في أشخاص بتغني اللون الشرقي مثل أنا، في أشخاص بيزبطوا على اتنين عادي. فمنشوف شو اللي بيناسب الجميع كرمال تا نحضر فيديو يكون بعقد ويعجب العالم. قراراتنا اللي بدنا ناخدها بناخدها بالإجماع مع بعضنا. فكرة ليدر أبداً مش واردة عنا بالفرقة، لأنه نحنا كوننا فكرة صبايات مع بعضنا، وهيك رح نكفي. نحن كتير عم يجينا عروضات لحفلات وبرفورمنسز أكيد بلبنان، مثل ما قطع صيفية الماضي، وعم يجينا لبرات لبنان كمان. بس شوي عم نلاقي صعوبة، لأن أيام عم بيكونوا العروضات على مدة طويلة ونحن كلنا عنا أشغال هون. بس hopefully soon بالصيفية في إمكانية نحن نكون عم نقدر أنه ننطلق لبرات لبنان نعمل حفلات برا. نحن لحقنا أحلامنا وبعدنا عم نلحقها، وبدنا نضل نعطي هيدا الصورة الحلوة ونشجع كل شاب وصبي يلحق أحلامه.